اسمع القصة دي للآخر وقول لي رأيك فيها إيه. كان في واحدة جوزها دايما كان بيدعي عليها، كل شوية يدعي عليها، وفي مرة من المرات كانت بتصحيه عشان يصلي الفجر، بس كانت بتصحيه بصوت عالي لأن نومه تقيل شوية. فالراجل جنب بيتعصب منها فقال لها: أنا بدعي عليكي بين الإقامة والأذان، يا رب أشوفك بكماء ولا أسمع صوتك مرة أخرى. دعا عليها الدعوة دي وبس. الزوجة كانت من النوع اللي باله طويل شوية. بعد ما رجع جوزها من صلاة الفجر كانت نايمة على سريرها، ففضل يزعق علشان يصحيها ويقول لها: قوم اعمل لنا الفطار. ما ردتش عليه. زعق فيها: قوم اعمل لنا الفطار. ما ردتش عليه، فاستغرب لأنها كانت دايما سريعة الرد. جرب عليها شوية وهزها وقال لها: أنا بكلمك قوم اعمل لنا الفطار. قامت وهي ساكتة مش بترد عليه. قال لها: أنا بكلمك وبقول لك اعمل لنا الفطار، أنت ساكتة كده ليه؟ حركت كتفها وكأنها بتقول له: أنا مش قادرة أتكلم. قال لها: يعني إيه مش قادرة تتكلمي؟ فهميني، وإزاي؟ أنا عايز أفهم إزاي ده حصل. الراجل فضل يخبط كف على كف ويستغفر ربنا وهي ساكتة ما بتتكلمش. خدها راح بيها للدكاترة وكشف عليها، كل التحاليل وكل الكشوفات بتقول إنها ما فيهاش حاجة، وكل الدكاترة قالت هي طبيعية ومش مفهوم إيه السبب اللي خلاها ما بتتكلمش. جوزها قال لها: بكرة هوديك الشيخ يقرأ عليكي، يمكن ربنا يفرجها ويمكن عقدة لسانك تتحل. وفعلا ودها الشيخ وقرأ عليها وبرضه زي ما هي مش بتتكلم. الشيخ قال له حلها في المستشفى، قال له ودتها وبرضه مفيش فايدة. الزوج أخيرا عرف واكتشف وافتكر الدعوة اللي دعاها عليها وعرف إن دي هي السبب وإن ربنا في الوقت ده استجاب منه. رجعوا البيت، وأول ما رجعوا البيت كتبت له ورقة بتقول فيها: ده جزائي، ده جزائي إني خايف عليك من الذنب وبصحيك تصلي، تدعي علي وتخليني ما تكلمش أبدا وأبقى بكماء، لكن أنا مش هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل. طبعا جوزها تأسف لها وفضل يتأسف ويعتذر وندم جدا جدا على اللي عمله. مرت على الحادثة دي 3 أيام. جوزها علشان يفرحها ويفاجئها راح جاب لها خاتم ذهب، واليوم الرابع جاب لها بوكي ورد. هي فضلت تكتب وتقول له: أنا كده مش هقدر أصحيك تاني علشان تصلي. قال لها: عادي هزيني وأنا هصحى. فضلت مرة تفض عليه مية علشان يصحى، هو يقوم مفزوع طبعا وما يقدرش يكلمها علشان يزعلهاش وعارفها تعبانة. مر أسبوع على الحال ده، جوزها طبعا فضل شايل الهم، يجي من شغله يقعد في البيت ما يكلمش حد ويفضل ساكت ومفيش حد يكلمه. طبعا جوزها كان يأكلها وكان يشربها وكان وصلها على مية من ماء زمزم لعل ربنا يشفيها، وكان يديها مية ويقرا عليها بحيث انها ترجع تتكلم تاني، وكانوا بيتفاهموا مع بعض عن طريق الكتابة والورقة والقلم. جوزها في الفترة اللي فاتت دي اتعدل في الصلاة، بيجي يصلي ويصحى لوحده وبقت كل اوقاته مظبوطة. هي طبعا كانت كل يوم تكتب له كلام يقطع قلبه وان هو السبب في اللي هي فيه ده. مر اسبوعين على الحال ده، وبعد الاسبوعين بدأت تتكلم من تاني. جوزها فرح جدا وسجد سجدة شكر لربنا، وبعدين اعترفت له انها كانت بتمثل عليه علشان يلتزم وعلشان يبقى محافظ على صلاته، لكن هو سامحها ووعدها ان يوديها تعتمر. صدق فعلا ان كيدهن عظيم، بس بصراحة عجبني ذكائها لانها خلت جوزها من شخصية لشخصية تانية خالص جميلة وملتزمة وبتحافظ على صلاتها. بس اللي انا مستغرب له ازاي فضلت اسبوعين مسكة نفسها من غير ما تتكلم خالص. بجد برافو جدا. على فكرة القصة دي مقال للدكتور طارق الحبيب، قصة روعة. لو عجبتك بالله عليك اشترك في القناة وفعل زر الجرس.